أهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، كل متابعي تلفزيون يوم السابع في كل مكان في تغطية خاصة تلعب على اللي يشيل. طبعا دي جملة بنسمعها كتير جدا بين الصحاب في البلاي ستيشن أو الكورة أو حتى أي لعبة تانية، فردين أو مجموعة بيلعبوا لعبة معينة واللي بيخسر هو اللي بيحاسب في الآخر وبيدفع التكاليف، كمان الألعاب اللي فيها لعب بالظهر. ده يعني سؤال مهم وبقى بيتسأل كتير جدا دلوقتي، هل ده حلال ولا حرام؟ عشان نعرف الإجابة على هذا السؤال معانا الشيخ خالد الجمل يقول لنا حكم الشرع في هذا الموضوع. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. يعني اللعب على إن الشخص اللي يخسر أو الفريق اللي يخسر هو اللي يشيل ويدفع التكاليف، ده حلال ولا حرام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هو في الحقيقة في البداية بس عايزين نوضح إن الإسلام مش زي ما البعض بيحاول يصدر الصوره للناس ان هو بيحرم الانبساط واللعب والهزار والتهريج، لا طبعا هذا ليس صحيحا، لكن كل شيء عندنا في الاسلام ليه ضوابط. فالضوابط دي ينبغي ان تراعى للي عاوز يمشي حياته بناء على البروسيس او الاجراءات اللي حددها الاسلام، واعتقد النظام او تنظيم حياه الانسان من خلال الدين ده امر مش سيء، او ده امر بالعكس يزيد ويعطي للحياه اكثر قيمه. فالإسلام ربنا أنزله في الكرة الأرضية علشان مقاصد خمسة، وهو حفظ المال والنفس والعقل والدين والعرض، وزيد عليها حديثا الوطن أو النظام إلى الجيوش في الحروب والدفاع عن الوطن. فمقاصد الشريعة الإسلامية أن الإسلام نزل في الكرة الأرضية وربنا أنزله على بني آدم علشان يحفظ الخمسة دول، من ضمنهم المال زي ما قلنا في المقاصد الشريعة زي ما قلت لحضرتك دلوقتي. فلازم كسب المال والتمتع بالمال يكون من خلال القواعد الدينية المعمولة والمعروفة. فالصورة اللي حضرتك بتقول عليها دي لو زي ما أنا فاهمها، يعني إن الاتنين بيلعبوا بلاي ستيشن مثلا أو قاعدين على القهوة يلعبوا طاولة أو أي شيء من هذا القبيل، هذا في إطلاق الأمر كده، وهي الصورة الخام زي ما بنقولها دلوقتي، لا شيء فيها. لأن البعض مثلا قال لك ان الشطرنج كمان حرام، سمعت بعض الاراء او بعض الناس بتقول كده، لكن اطلاق الامر كده بالتحريم لا مش صحيح، لازم يكون ليه دليل فقهي. يبقى الكلام بالصوره اللي قلناها، الالعاب اللي يعني صحاب يلعبوها مع بعض واللعب على اللي يشيل، ده مش حرام. لا انا ما قلتش كده يا فندم، عفوا، انا بقول الصوره العاديه ان اتنين، هي الصوره العاديه اتنين قاعدين يلعبوا بلاي ستيشن في مكان، في بيت حد، في قهوة محترمة، بيلعبوا شطرنج في مكان محترم، في غير أوقات العمل، سايبين للطريق حقه، دي الصورة العادية الطبيعية اللي الإسلام يرى فيها بالإباحة، علشان زي ما قلت لحضرتك في أول وفي معرض حديثي البعض بيحاول يميل ناحية إن الإسلام بيمنعك إنك تضيع وقتك في كلام غير ذكر الله، وطبعا ذكر الله امر محمود ومامورين به، لكن زي ما قيل في الحديث فساعه وساعه، يعني جزء وقت للتعبد وقت للعمل وقت. طيب امتى يبقى فيها مشكله؟ يعني امتى يبقى فيه حاجه حرام في الموضوع اللي احنا لسه قايلين وعرفك لسه قايله ده، ان الاثنين يقول لك هنلعب واللي على يشيل فلوس او الحساب زي ما حضرتك بتقول، دي صوره حديثه من صور القمار او المراهنات. وخليني اقول لحضرتك ان فعلا الموضوع واسع وكبير قوي، وهو من الاماكن الفقهيه اللي محتاجه كلام طويل وللاسف معقد شويه، لكن هنحاول نبسطه ونصغره قدر الامكان حتى يكون في متناول المستمع او المشاهد. هو الاشكاليه هنا فين؟ ان بعض الاراء الفقهيه او بعض الناس الفقهاء قالوا ان يا جماعه ممكن الموضوع ده يحصل لو في حاجه اسمها المحلل في الرهان. يمكن كلمة محلل احنا عارفينها وبنسمعها دايما في الزواج بس. الو؟ احنا مع حضرتك، اتفضل. نعم. كلمة محلل دي بنسمعها دايما في الزواج بس تقريبا، لكن لا، في حاجة في الفقه او بعض الفقهاء استحدثوا هذا المصطلح بالمحلل في الرهان. ايه الصورة هي اللي بعض الفقهاء قالوا عنها؟ قال ان لو في ثلاثة مثلا في مسابقة معينة واثنين هيدفعوا مبلغ مالي لجعل جائزة اسمه الجعل. ده اسمه في الفقه الجعل، ان انا هعمل لك جائزة مقابل انك تعمل تحدي معين، لو دخل معهم واحد ثالث اصبحت العلاقة دي مش علاقة قمار، ده سموه المحلل اللي ما بيدفعش معهم الثلاث حاجات. هذا الرجل الثالث
لا يساهم بدفع فلوس، بس لو كسب بيقدر ياخد الجعل اللي اتحط ده. دي صوره، وطبعا في صور كتير ثانيه، منهم الساده الاحناف، الامام الجصاص كان من الحمه، من حمه الاحناف اللي قال هذه الصوره. لكن خليني اقول لحضرتك، يعني هو الشرط عشان بس نبسط الموضوع للناس اللي بتلعب العاب عاديه، يعني الشرط انه يبقى فيه بالظبط، يعني الشرط انه يكون فيه شخص موجود هو مش هيشارك في ان هو يدفع حاجه، ولو كسب هيقدر ياخد الفلوس. بس الصوره دي مش موجوده او لا تتوفر عندنا، زي البلاي ستيشن، او الفقهاء ما كانش عندهم بلاي ستيشن، يعني ما قاسوش الصوره كده، انما قيست في الامور التي بها رياضه وتفيد الجسد وتفيد يعني مثلا الناس بتتمرن فروسيه، ناس بتتمرن، يعني الكلام ده قيل عن الخيل، عن مسابقات الخيل اللي كان بيركبها الفارس ويقول لك انا اقدر انط من منطقه كذا لكذا. لكن طبعا مع تطور الحياه بقت المسابقات مش خيول بس، وبقت الرياضات مش امور خاصه بالحروب بس، فالصوره تطورت. لكن خليني عشان اكون واضح وصادق في نقل المعلومه، الحقيقه الصوره اللي بتحصل على القهوه وبين الاصحاب في البلاي ستيشن في رايي بعيده عن هذا الامر خالص، هي صوره من صور القمار. لان القاعده الفقهيه الاصيله في المعاملات دي، القاعده بتقول الغرم بالغرم. يعني ايه الغرم بالغرم؟ يعني ما ينفعش ادي حضرتك فلوس وما اخدش حاجه، اي حاجه. ولذلك في بعض المسابقات اللي تتصل بالتليفون وبعدين تدخل في سحب، البعض من الفقهاء قالوا ان هذه المسابقات لا تجوز، لان لا يوجد فيها غرم بغرم. يعني انا دفعت فلوس وهي ثمن المكالمه وما خدتش اي حاجه، ما استفدتش معلومه حتى. صحيح. واضح، شايف حضرتك واضح ان الموضوع شويه متشابك، لكن ما اذن هو حرام، يعني عشان نجاوب على السؤال نعم. بمنتهى البساطه نعم. هو حرام نعم. هذا طيب. هذا ما قال به الفقهاء الاربعه، قالوا ان الصوره اللي حضرتك بتقولها دي ان اثنين يقعدوا واللي يكسب يشيل. الفقهاء الاربعه ده ينعكس على صور تانية كتير، اثنين فريقين بيلعبوا كوره، واللي اللي هيخسر هو اللي هيشيل، او اي لعبه تانية. طيب خلينا برضه نعم. نروح نعم. صحيح خلينا نعم. نروح خلينا نوضح نقطة، لأن أنا في معرض حديثي هذه القضية قلت لك إن الموضوع ما ينفعش يخلص في مداخلة تليفونية واحدة أو في لقاء واحد، لأنه ليه صور كتيرة، منها مثلا يا ترى الفريقين اللي هيلعبوا دول هل في حد تاني من الخارج هيدفع فلوس الجايزة ولا لأ؟ واخد بالك؟ لا احنا بنتكلم في صورة واضحة، الفريقين بيلعبوا واللي هيخسر هو اللي هيشيل، اللي هيخسر نعم. اللعبة هو اللي هيشيل، هو اللي هيدفع، اللي هيدفع مصاريف نعم. الملعب، اللي هيدفع يعني اللي هيدفع التكاليف الخاصة باللعب. زي ما قلت لحضرتك أن الجمهور على تحريم هذه الصورة، وهناك رأي من الإمام ابن تيمية وابن القيم أجاز هذه الصورة بضوابط أخرى، مش عايزين ندخل في تعقيدات. يعني هي ممكن الصورة اللي اتكلمنا عنها واتفقنا مع حضرتك أن هي حرام شرعا، هل فيها نعم. بعض يعني هل ممكن صورة شبيهة تكون جائزة؟ ما انا قلت لحضرتك هي صور كثيرة، لان احنا لو طيب ايه الجائز عشان برضه نوضح للناس، ايه الجائز، ايه الصورة الجائزة؟ ما انا قلت لحضرتك ان الصورة الجائزة اختلف فيها الفقهاء، مفيش عندنا صورة واحدة جائزة. الصور يعني عشان برضه الناس اللي عايزة تعرف اجابة السؤال في الاخر، الناس يلعبوا ولا ما يلعبوش، يعني يعملوا كده اللاعب اللي يشيل ولا لا ده ما ينفعش؟ لا الناس ما يلعبوش على اللي يشيل طبعا، لان اللي يشيل ده معناها قمار. صحيح. طيب خلينا نروح لسؤال تاني، حكم اللعب بالظهر في العاب زي الطاوله مثلا، ده نعم. ناس بتقول ان هو حرام، هل يعني هو حرام فعلا ام حلال؟ نعم، هو الظهر او النار بدا مع واحد احد الناس من الفرس اسمه اسد شير، عشان كده هو تسمى النار شير، الحجر النار ده اسمه النار شير، وطور الامر او اخذ نفس الحكم انسحب عليه عند بعض العلماء القدامى على كمان الشطرنج. يعني في بعض الناس بتسمي الشطرنج نارد شير، والناس بتسمي حجر الظهر نارد شير. هل هو حرام ولا حلال؟ لا هو مباح مش حلال، مش كلمه حلال وحرام دي، الاحكام عندنا خمسه، واجب ومندوب ومباح ومكروه وحرام. المباح هو الذي لا يثاب فاعل ولا يأثم تارك. هو طيب اخر سؤال يعني عفوا سريعا للصوره من فضلك هو مباح طالما لعبت او اديت هذه اللعبه بالضوابط الشرعيه المعروفه، على ان يكون في وقت حلال، على ان يكون في عدم اهلاك وقت لا يفيد الوطن ولا يفيد الشخص ولا يفيد الاسره، يعني الضوابط المعروفه بغير حرام. صحيح. ان يكون
لعبت في إطار مباح. صحيح. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الشيخ خالد الجمل على وجودك معنا وعلى كل هذه المعلومات. شكرا جزيلا ليك. ألف شكرا. شكرا لكل حضراتكم متابعي تلفزيون يوم السابع، وإلى اللقاء.